القبية الرجوية اللي كتجي رائعة كيف ما كتشوفوا. ما تقلقوش علي الوداديين، انا راه ما رجوية ما ودادية، غير اللون الاخضر كيرمز لفريق الرجاء البيضاوي. تحية لي من عندنا من شارع النيل سيدي عثمان. اهلا حبيباتي، نبقاو مع هاد لاغوب الغزالة اللي كتلبس حتى سبور وكتجي زوينة مع لي زيسبا كيف ما كتشوفوا. العريضة ديالنا لابساها تبارك الله على العريضة ديالنا، جاتها رائعه كيف ما غتجيكم ان شاء الله. فيها هكا صديفات حتى لتحت، وفيها هاد الصديفه هنا باش يجمعوا لي مونش. وبالنسبه لي ما بغات تجمعهم راه ما تجمعهمش، تخليهم تخلي المونش عادي. كتجي هكا سامبل سامبل وزبونه، الكول ديالها كيجي بحال هكا كول شوميز، وكتجي قصيصره كيف ما كتشوفوا، وكتجي غزاله صراحه في اللبسه هكا مع لي زيسبا. كتجي براتيك ومريحة في المشي ومبردة، كتجي شي حاجة زوينة صراحة. وتا داك الري ديالها الغوز بارد راه ما كيبانش بزاف، كيجي خفيف كيف ما كتشوفوا، شي حاجة رائعة والثمن ديالها مناسب. نبقاو البنات مع هاد الكابوش الفيغ اللي شفتو معايا في البداية تاع الفيديو، حتى هو كيجي شي حاجة رائعة وزوينة. التيسو ديالو كريب، كيجي داك الكريب البارد، كتجي رائعة مطلوقة وطويلة وراه فيها لي طاي. وكتبقى البنات الثمن ديالها كتبقى ب130 درهم، 130 درهم، شي حاجة غزالة البنات. ها لي بوش ديالها كيفاش كيجيو، كتجي رائعة وهكا كتجي مطلوقة وزبونة. ما تديوش على السنه ديال البنات، حنا غير في المحل، البنات اللي معنا في المحل في شارع النيل سيدي عثمان تحيه ليهم، هما اللي كيقيسوا. ها القبيب كيفاش كيجي، كيجي رائع. هذه اللي لابسه العارضه ديالنا راه سمول كيف ما كتشوفوا، راه فيها اللي طايح حتى الاكس لارج. لبساتها قررت لبسها مع الجين هكا سليم، جاتها زوينه مع لي زيسبا صافي. ها هي لبسه خفيفه وزوينه. وندوزو البنات لهاد لاغوب، هادي شي حاجه رائعه كيف ما كتشوفوا، كتجي هكا فلوغي، الفلوغي ديالها زوينه مقبوله، فيها الويونات زوينين، كيدخل فيها داك لو روج والبلو والفير، كتجي خطيره في اللبسه كيف ما كتشوفوا. العريضه ديالنا كيف ما جاتها، ما كتجيش طويله حتى لتحت، كتجي قصيصره شويه. حتى هادي راه البنات داوها ولبسوها بالنسبه للمحتجبات، مع هكا بونطالون في الابيض اولا مع سروال ديال الجين مسليمي، ولا هادي كتجي الفوق ديالها بحال الكيمونو، وكتجي فيها واحد القطعه من التحت صراحه كتجي حلوه. وتبقى معنا هاد التونيكا هادي كيف ما كتشوفوها، كتجي بهاد البلو، هذا راه بلو غير كيبان بحال لا موف، اما هو بلو مع الغوج، جات رائعه شي حاجه غزاله. جاتها فنيونه ميم مع بونطالون في البيض، تجي كتحمق صراحه، تجي كتحمق. سكينه احتفظت بها مع نفس سروال، ما بدلاتش باش توريكم لو او. كيجي طويل من اللور كيف ما كتشوفوا، وكتجي قصيره من القدام. وهذه اللي لابسه سكينه الطي 38 راه كتلبس، وفيها حتى الطي 44 اللي عندنا ديسپونبل في المحل. كتجي شي حاجه زوينه ومطلوقه، وميم طون فيها لي طاي، يعني اي وحده غادي تقدر تلبسها، يعني من الطي 38 حتى ل 44 راهم مبرعين. كتجي زوينه ومطلوقه، واللوينات ديالها كيف ما كتشوفوا يعني مشيو مع بزاف، مع بونطالون في البلون، مع في الجينات، مع سروال نوار علاش لا. السلام عليكم البنات، اللي بغى يجي عندنا المحل ايمانور فاشن اللي كيتواجد في شارع النيل، هذا هو النعت ديال المحل. كاين هنايا السبيطار ديال سيدي عثمان، هنا فين كاين السبيطار على اليسار ديالي.
وعلى لي من البنات كاينه الكوميساريه، كوميساريه كاتريام ها هي معروفه، جات اون فاس مع سبيطار ديال سيدي عثمان. حنا دابا في شارع الجولان، كنمشيو طول في نفس الشارع البنات. كاين المركب الثقافي كامل الزبدي، هو هذا المركب الثقافي كامل الزبدي. الفيروج كندورو على اليسر، المحل كيبان لينا من هنايا. هاد الفيروج هذا هو شارع رضا قديره اللي جاي من شارع القدس، ومن هنا هذا هو الشارع. ها ستاسيون، غنخليو ستاسيون دابا مورا ظهرنا وغندورو على اليسر. غندورو على اليسر، حنا دابا غنقطعو لشارع النيل. البنات كاينه ايفغوشي كيف ما كتشوفوا، حنا اون فاس مع ايفغوشي. هنا كاينه ايفغوشي ها هي، وكاينين الطاكسيات وكاينه البلاك الطوبيس. المحل هو هذا ايمانور، ايمانور فاشن اون فاس مع ايفغوشي.